لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا بلقيس النحاس مراسلتنا من باريس. بلقيس، ما الجديد لديك حول هذا الحادث؟ نعم يا رب، بالفعل هذا مقتل الشخص الذي طبعا الآن الشرطة الفرنسية في نيسيا مستنفرة في هذه الأوضاع. طبعا هنالك الآن حملة من يعني على سبيل المثال قيل أن هنالك تم اعتقال فردين، يعني الآن تحقيقات جارية، للآن تم إغلاق المدينة وتم منع السكان من العبور من المنطقة التي تم إطلاق النار فيها، وهي شارع يدعى بشارع لاديبوفا. وبالتالي فإن بالفعل الشرطة الآن للآن تقوم التحريات، للآن بعض المصادر متضاربة، هنالك من يقال أن يعني إطلاق الأعيرة النارية تم عن طريق الخطأ إصابة هذا الشخص، وبالفعل يعني للآن ليس هنالك تأكيد ما حصل بالضبط، ولكن للآن مصادر الشرطة كان لهنالك مداخلة يعني للتو فقط عبر التويتر لأحد الشرطة يعني المعنيين في مدينة نيس، وبالتالي ما زالت يعني الآن الشرطة تقوم بعملية التحري والبحث، بالإضافة إلى ذلك المعلومات يعني تبعا للبعض يقال ان هذا الشخص مصاب يعني بجروح خطيره، وانه حاول طبعا المسعفون وايضا خلال ضربات يعني القلب اعاده انعاش هذا الشخص، ولكن المصادر تؤكد، هل هناك أي مصادر اخرى تؤكد مقتل هذا. هل هناك اي معلومات حول هذا الشخص الذي قتل او اصيب، جنسيته، عمره او ما الى ذلك؟ لحد الآن يارا لا أعلم، ولكن المعلومات يعني من الممكن الآن خلال لحظات أن يكون هنالك بيانات عن الشخص الذي تم استهدافه في الطلق الناري، ولكن للآن هنالك المصادر يعني للآن الشرطة لم تخرج بأي بيان رسمي أو يعني معلومات رسمية عن على سبيل المثال سبب الحادث. استبعد للآن الهجوم الإرهابي، ولكن يعني يظل أيضا فرضية، من الممكن أن تكون يعني خلال الساعات القادمة أن يكون هجوم إرهابي، ولكن للآن الشرطة استبعدت كهجوم إرهابي. ما زال التحقيق جاري، يقال أنه تم القبض أيضا على شخصين يتم التحقيق معهما، العمليات جارية، ولكن للآن يعني أن نعطي خبر مؤكد تحديدا بأن بيانات هذا الشخص أو سبب هذا يعني هذا الإطلاق النار هو للآن لم يرد بشكل رسمي، ولكن للآن يعني تتوارد الوكالات الأنباء مقتل شخص وأيضا يعني اعتقال شخصين ضمن التحريات الجارية في تلك المنطقة، ولكن كل ما نعلمه الآن أن المنطقة مطوقة، أن هنالك تشديد أمني كبير، منع السكان من المرور في هذه المنطقة التي تم الإطلاق فيها، هنالك شهود عيان يعني أكدوا سماعهم لإطلاق عدة أعيرة نارية. طبعا إضافة إلى ذلك يعني تحاول أيضا وكالات الأنباء أخذ الأنباء من السكان المحيطين، ولكن للآن يتم منع الأشخاص من الدخول إلى هذه المنطقة، وبالتالي من الممكن أن يكون خلال الساعات القادمة أو حتى يعني الدقائق القادمة أي معلومات يعني إضافية عن هوية الشخص المستهدف، وإن كان هنالك أي. طيب، قلتي بأنه تم استبعاد فكرة أن تكون شبهة إرهابية، يميلون أكثر إلى فكرة أنه حادث جنائي، بناء على ماذا جاءت هذه الفرضية؟ نعم، هذا ما ذكرته لك للآن، يعني هذا ما صدر منهم، يقال أنه استبعد كهجوم إرهابي لأن الهجوم الإرهابي يكون لديه تسلسل، مثلا على سبيل المثال من الممكن عن طريق الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل المنطقة. يعني وردني الآن هنالك بعض الصور التي ترد عن طريق التويتر مقتل أيضا شرطي كان موجودا هنالك أثناء هذه العملية، وبالتالي فإن الأنباء للآن يعني محتجز الآن، وبالتالي فإن هنالك بعض الأنباء التي ترد بشكل دوري يعني على التوالي، وبالتالي فإن يعني فك ملابسات هذه القضية سيكون خلال الدقائق القادمة، خاصة إن كان هنالك مصدر رسمي يخرج بشكل مباشر ويعني يذكر أسباب حقيقية أو يذكر معلومات حقيقية، خاصة أن كل مصدر يعني يأخذ من يعني معلوماته من داخل من على الأرض، وبالتالي فإن للآن مركز يعني مدير الشرطة أو المسؤول خاص بهذه القضية لم يخرج ليثبت أي معلومة في انتظار النتائج يعني حادثة إرهابية أم لا، والمعلومات حول هذا الحادث. بلقيس، سنبقى معك على تواصل، شكرا جزيلا لك من باريس بلقيس النحاس.